سمر، يعني متابعينا بصباحنا لليوم، واكيد ما بيحلى صباحنا غير لحتى ناخذ افكار من السيدات السوريات يلي بيعملوا على اعاده تدوير الاقمشه. رح نفرجيكم كثير نماذج حلوه، بس بالبدايه بدنا نرحب بالسيده ريهام. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي عن اعاده التدوير، من امتى بلشتي بهالمهنه؟ قديش لك عم تشتغلي؟ وأنت انطلقتي لقدرتي تعملي هالأشياء الحلوة؟ أنا بديت من 2016، كنت مرة بالمركز الثقافي مشروع دمار، حبيت شوف شو عندهم فعاليات. عم اجتمعت بسيدات بيشتغلوا بتدوير الأقمشة، اجتمعت بالدكتورة سحر البصير، حبيت كتير الفكرة، أعطوني 4 مربعات إنه عدي جربي ساويهم. ساويت 4 مربعات، فورا عجبتني الفكره، رحت على البيت صرت بس بدي اشتغل هيك بحب وشغف يعني الها. نعم. صرت بعد منا كملت معهم، صرنا نساوي القطع الاكبر، ساوينا المخدات، ساوينا الشراشف، اللوحات الزخرفيه هي قطعه من 100 سنتي ب 100 سنتي. بعدين صرنا نساوي شراشف تخوت يعني 150 سنتي ب 180، يعني هذا كله ورا بعضه. انه وصرنا نتعاون كمان انه نجيب الاقمشه من بعضنا، لانه طبعا هي وقت بدك تشتغلي بحاجه لاقمشه كثير. نعم، وتعملي إعادة تدوير لكل الأقمشة ضمن خلية نحلات سوريا. نعم، أكيد بدنا نوجه لهم تحية. نحن دائما عم ندعم السيدات السوريات اللي عم يشتغلوا لحتى يكونوا معيلات، لحتى يملوا وقتهم، لحتى يحققوا أي رغبة هنن بيحبوها. خلينا نشوف شيء بالخط العربي مكتوب. هي شو؟ هي ماشي كحلي، عم شو اسمه، لقيت الخط العربي حبيت انه ساويها. هي شرشف طاوله. اه اوكي، حلو كثير. كثير حلو. قديش اخذ منك وقت؟ قديش كيف خطرت ببالك الفكره؟ انا بحب نسق بين الالوان. هلا بشوف الماشي، بشوفها انه شو بيناسبها اللون، شو بدها تنسيق، بنسقها فورا وبساويها. نعم، حتى في اضافات ثانيه مثل الورود. هلا هون شرشف طاوله كمان صغير، حبيت هذا القماش ساوي انه ورد. تمام. كمان كيف ملاقيه الاقبال على الورد بهالوقت؟ ايه، قديش هو هلا موضه وكل السيدات عم بيحبوا هالاشياء. ايه، كثير كثير حبوه. يعني في اقبال كثير على الورد. نعم. والكتاب العربي هاد بالنسبه للمخمل والصايه. الصايه انه بتعرفي من اثار بلدنا القماش الصايه، حبيت جمعهم. طبعا الصايه في هون خمري، حطيت المخمل الخمري معه. نعم، حتى بدي فرجيهم للمشاهدين حتى من ورا كيف القطبه هي منسقه بطريقه ظريفه، بطريقه متقنه مثل ما بيقولوا. يعني هي بابره وخيط وباقمشه ما بدكم اياها بالبيت، فيكم يعني تعملوا افكار تستفيدوا منها. هلا بالنسبه لهالقطعه هي، لو تشوفي المثلث، انا هي القماشه اللي جبتها يعني مثلث ما في 3 سنتي. ايه، تمام. حطيتهم مع هالمخمل اللي 3 كمان سنتي، وطبتهم بالابره والخيط وجمعتهم مع بعضهم وصاروا شرشف طاوله. طيب اذا مثلا اجت سيده لعندك وقالت لك انا خاطر ببالي هي الفكره، مثل ما شايفين هون مخدات، يعني انا قلت لك بدي لمخدات بيتي هيك الوان، هيك فكره، كتابه عربيه بهذا الاسم، ممكن انت تعملي لها مثل فكرتها للسيده؟ ايه اكيد. ولا حسب ما انت موجوده عندك حسب فكرتك، كيف تتعاملي مع هيك قصه؟ لا اكيد يعني اذا ما عندي اكيد بدور، بسال عن القماش، بستعين بحدا انه يعطيني هالقماش. هلا هيك مخده قديش اخذت منك وقت وجهد؟ بتاخذ لها يومين 3. تمام.
هلا انا بما انه انا ست بيت قاعده مثلا بالبيت عندي وقت فراغ كثير، بملي وقتي كله بالخياطه. نعم، يعني خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، انه هدول الافكار هي من ابداع ذاتي، يعني لا فيك تستعيني بمجلات بانترنت، لا انت هاي الافكار انت بتنبع منك ومن خيالك. خلينا نحكي يعني بمده زمنيه قصيرة بلشتي تأنجي وشاركتي بالمسابقات وأيضا شاركتي بالمعارض يلي نحلات سوريا بتقوم فيها، خلينا نحكي وين وصلتي من يعني رضيتي نفسك بمدة زمنية تعلمتي وشاركتي، أنت اليوم رضياني عن هذا الإنتاج اللي عم تقومي فيه؟ أكيد، بس كمان بتمنى أنه أعمل إنتاج أكثر، وبعمل وبتمنى أنه يكون عندي أفكار أكثر. يعني هلا وقت أنا عملت الورد هون بالتول والقطعة الثانية بالمخمل عملتها، كتير تفاجأوا زميلاتي وحبوهم كتير. هي قطعة لوحة، هي اي مسطرة مسطرت قماش، اي عملتها لوحة. كمان الفكرة كتير حبت الناس. بس بدي فرجيكم شيء، شايفين هاي اللوحة؟ ليكو شو قطعة خشب، هي معنا لازمة هون. كمان هدول قمايش ملزقين، وكيف عملتيها تضل هيك ثابتة؟ هي ليكو شو في من ورا هي نوعية هي القماشة. مجمعة، هي مسطرة مسطرة قمايش. تمام، اي تركتها مثل ما هي، عملت لها داير، قصيت الغيمة والشمس والشجرة وجمعتهم مع بعضهم، حتى السيمار عملتهم من خيط على طريقة التطريز. تمام، حطيتهم انه مثل السيمار. كل هالافكار الحلوة بتقولي لسه بدك افكار، افكارك كتير حلوة وكتير عندك موهبة كتير رائعة حبيبة. خلينا نحكي شو اكتر قطعة بس خلصتي ونهيتيها لقيتي اعجاب من كلهم، يعني كل العالم يقولوا لك هاي القطعة كتير حلوة، كان لك بصمة خاصة فيكي، خلينا نحكي عن هاي القطعة المميزة اللي عملتيها من لما اشتغلتي لهلا. هلا بصراحه الكل يعني بيحب شغلي والكل، بس هلا هي اخر قطعه، هي عملتها آخر لوحه حبوها. ايه هي ايه. اخر شيء دائما اخر قطعه بتلاقي تميز. عملت المزهريه من الصايه. تمام، والورد عملته من التول. عندي قماش اخضر، القماش الاخضر كمان طرسته وعملته انه ورد وحواليه ورق اخضر. تمام. اهل بيتك وقت عم يشوفوك عم تأنجي هيك شيء شو عم يقولوا لك؟ هلا انا بصراحه كل ما بساوي قطعه بحطها هيك على الكنبايه، بقعد بتفرج عليها انا رايحه وجايه، اول ما بيفوتوا بيقولوا واو انه هي حلوه هي. وكل جربتي تفوتي بشيء بخص اللبس او الازياء ولا لا؟ خلص بس معتمده هلا على المخدات، على الشراشف، على ايه هيك. بتمنى بس انه هلا مثلا كل قطعه بتشوفيها عندي زاد عندي قماش، بقول يلا لخلص هي القماشه بفكر انه بقطعه ثانيه. نحن كسيدات كمان هلا عم نفكر انه نطرز على البلوزات، على اي قطعه عنا اياها مثلا ساده نعمل لها تطريز ونحط عليها شيء مميزه وتطلع جديده كمان. اكيد شيء كثير حلو. كمان خلينا نحكي عن هي القطعه الموجوده عندي، كمان مخده هي مخده. قد ايه الوانها حلوه، كيف اخترتي هالالوان؟ يعني الالوان حلوه متناسقه وكثير كثير مرتبه، وقديش اخذت منك وقت وجهد؟ هلا هي مثل ما قلت لك، انا بشوف القماشه بنسق بين هي شو بيناسبها وهي شو بيناسبها. وقت لقيت الساده نسقت فورا مع المعرق، لقيت في منها من لونها، بس القطعه صغيره. تمام، هي بصراحه من سفل قماشه قلابيه. وقد ايه بتاخذ منك وقت؟ يوم، يومين، ثلاثه؟ هلا هي تنسيق مثلا يوم، وقت بدي اقعد ساوي مخده كمان بدها يوم او يومين، يعني على الهوى الوقت الفراغ، يعني ما بتقدري تقولي مثلا هي خلصت بيوم هي بيومين، وقت فراغ الفراغ قديش بقدر خلص قطعه. هلا هي القطعه هي قديمه وانت عامله تعديلات عليها صح؟ إيه؟ لا هي زوايد جلايل.
اخذتهم جلابيه وهي جلعيه. اخذتهم حطيت معهم نصايه وساويتهم. دخلتيها بكل شيء بكل شيء لانها تراثيه، لانها تراثيه ولازم نعيد تراث بلدنا كله. لانه نحن شغلتنا شغله تراثيه، جداتنا هيك كانت تعمل. أكيد. بس نحن عم ننسق اكثر بمقاسات منظمه. أكيد هي مهنة تراثية سورية أصيلة وقديمة. هلا مثلا عم تعلموا سيدات، أنت وصلتي لمرحلة ممكن تعلمي غيرك ولا لسه لهلا بس أنت عم تشتغلي، أنت عم تعلي الأفكار لحالك ولا عم تعلمي سيدات آخر؟ إيه أكيد تمام. أكيد وصلنا لمرحلة إنه أخذنا شهادة إنه نحن متدربات. تمام. إنه نصير ندرب كمان. كم سيدة دربتي ولا لسه ما بلشتي؟ والله من فترة دربت 3 سيدات. وكيف لقيتي إنتاج للسيدات اللي دربتيهم؟ لقيتي عندهم إنتاج؟ لقيتي عندهم فكر جديد لأحياء التراث السوري القديم ولا لا؟ إيه أكيد، يعني هن وقت إجوا حابين هالفكرة وأبدعوا كمان بشغلهم. وبيجوا بيسألوني إنه هيك صح هيك صح، وبعطيهم أفكاري، بعطيهم حتى شافوا، لأني بحط مثلاً على النت شغلي، شافوا شغلي وصاروا كمان يقلدوا. نحن بدنا نتشكرك كثير وبدنا نتمنى انه توصلي للحلم يلي بتحبي توصلي له. دائما الحلم اكيد موجود مرافقنا، قد ما كانت ظروفنا صعبه وقد ما كنا كبار وقد ما كنا صغار، نحن في عنا حلم لازم يتحقق. برافو عليكي ونحن اكيد فخورين فيكي وبكل السيدات السوريات. شكرا. شكرا لك. شكرا. شكرا لكم. شكرا لك. بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح والتالق، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه ببصمه خاصه فيكي. شكرا لك. شكرا لكم.